اوكي سو ميلا كثير بتحب تلعب بالباربي وبتحب تتفرج عليهم بالمحلات وتشتريهم، فاليوم قررنا نحول ميلا لباربي وبيرلا حنحولها. لمين حنحولها؟ شوفوا كمان نحولها لباربي. بس شوفي ما بدها شي بيرلا. انتم بتقولوا لنا ليش ما بتشارك بيرلا وليش ما بتعمل وليش ما بتسوي؟ شوفوا هي بتهرب ساتا بعمر، يعني ما كثير هيك بتركز معنا، بس انه حنحول بيرلا كمان لو صح. وانا وبابا كمان بدي اتحول انت لجوز الباربي. لا قبل باربي قبل باربي. ميلا شو هالجاكيت الحلو الجديد؟ فلوس، وين الفلوس؟ وانت معك فلوس؟ وين يورو؟ وينه؟ معها فلوس. وانت خبيتيهم صح؟ شوفوا ميلا بتخبيهم هون، ما بتلاقي جيب هيك خطير ما ببين شيء تخبي فيه الفلوس. ميلا اعطيني يورو. ما بتعطي فلوس لحدا. شو بدك تعملي باليورو؟ طيب جيبك خبيها صح؟ برافو عليكي. هلا ماما اذا سمعت خلي تتعظ شوي، اوكي؟ اه نشتري شيء. ايوه شاطرة. ايوه. I love you. ونحن I love you كمان. بيرلا كمان عندها جيب سري. وينه؟ عندها. شو هالجاكيت الحلو حلو الدم؟ وهون في جيب تحطي فيه يورو مثل ميلا. بيرلا دب قطبي. طبعا اللي ما شاف الفيديو الماضي، هون خيمة رمضان، شوفوا جواتها في كمية ألعاب هائلة عم يخزنوا فيها ألعاب. هلا من هون لرمضان اوكي، بس برمضان رح يكون فيها فعاليات حلوة. اختلف الوضع طبعا. شوفوا شو لقينا يا جماعة، شوفوا هالدودة. ليش خفتي؟ خافت. تعي ميلا تعي شوفي الدودة تعي. سلام سلام ماما تعي سلام تعي سلام. ناخدها معنا على البيت. اه هيك هاتنا نمنا تاكلنا نمنا؟ احلى شيء ستايله لحسام. شوف شوف الستايل ترى شحاطه بطرف وبوط بطرف. يا سلام عليك والله. سلام بالله. مع انه من فوق اناقه ها؟ اي بس من تحت. بس الواحد ما يصورك تحت. لا تصوريني ابدا نحن نطلع. يا حرام لسه ما بيقدر يلبس. منيح قدرت تلبس شحاطه يعني حتى سواقه يا دوب. المهم هلا طلعنا حتى بدي ادور لهم على لبس لميلا وبيرلا. بس شوفوا اهم عنصر بالفيديو شو عم بيعملوا. ترى ناموا يا حرام علي ناموا هلا. فبلكي هلا لبين ما نوصل على المحل بفيقوا وبننزل بننقي لهم هيك ملابس حلوه. على فكره الطقس اليوم بجنن. اخيرا خلص الشتاء ولا لازم هيك ما خلص على الاخير. هلا فجأة بيرجع بباغتنا هيك بصير. صحيح بتتذكروا هذيك السنة وقت خبرناكم انه في مفاجآت اول هالسنة؟ مانا نسيانين انه خبرناكم. ضل وقت كثير قصير قربت يا جماعة، خلال اسابيع او اقل كمان حنخبركم. مو خبر، خبرين حسام. خبرين بجننوا رح يعني اكيد تفرحوا لنا. تأخرنا بس انه بتستاهل قصة. والله بتستاهل. هو هون كل شيء بهولندا بياخذ وقت، بس الحمد لله الحمد لله ضل هيك بيقولوا عطت كوساية وبتزبط. هيدي ضيفة مالك عطت كوساية فهموها لحالكم. هلا جيت على السوق، كل شيء بالسوق ما له علاقة بالباربي، كل شيء عبارة عن بلاقيه عبارة عن ميكي ماوس. فشو الحل؟ ما بعرف. شوفوا كله ميكي ماوس وين ما رحت. وهي الشخصية ما بعرف اسمها كمان، في كثير منه. المهم كل شيء حوالي عم لاقي ميكي ماوس، ما في شيء أثر للباربي أبدا. فهون لقيت بيجامات كمان كثير كيوت، بس كمان نفس القصة. بس قبل ما تكملوا الفيديو فاصل إعلاني صغير كتير لأنه اليوم شيئين حابب يعايدكم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ويقلكم أنه عامل خصومات كتير حلوة. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير طبعا. حابة ورجيكم شوي من الأشياء اللي طلبتهم بمناسبة رمضان. هالمرة أنا برا لأنه أشياء رمضان. لا رولا أمانك برا طلبت لك كتير أشياء. سلام عليك. اول شيء مثل ما عم تشوفوا طلبت من عند شيئين هذا الفستان يلي الوانه هيك كثير فرايحيه وكثير هيك بيعطي تفاؤل بالحياه. عن جد حاسس الوان الربيع. كمان بنفس الوقت نقشته عربيه وبتناسب رمضان، فعندكم هذا كثير حلو كان في منه كل الالوان. حبيت انا هذا اللون، شو بيسموه عنابي؟ خاكي. خاكي. خلص لا تساليني عن الالوان يا اخي، متفقنا؟ خلص عنابي يلا. عنابي. او هذا كثير هاي قطعتي المفضلة لأنه حسيته باللبس هلا وبعدين. لاحظت انه انت بتحبي الالوان الصيفية الفرحية. صراحة اشتقت للصيف والربيع. وهذا كمان مثال. اخر شيء هذا تركت لكم اياه اخر شيء لأنه هذا اتقل واحد، هذا بحسوه قفطان مغربي بسموه، كثير بيشبه القفطان. شوفوا احلى شيء فيه انه هيك تنورته بتدور. لا تعليق يعني بصراحة لأنه كلهم حلوين. وبنظري ما بعرف انتم بتميزوا اكثر مني. المهم يا جماعه اللي حابب يشتري من هدول القطع واي قطع من شيئين في تخفيضات كثير ضخمه هلا بمناسبه رمضان صح،
وكمان رح يكون في كود خصم اسمه RMD رولا، مو باسمك هالمرة حربك وطن، عم نتقاتل كل واحد. انا شركة بتعطي كود الخصم باسمه. اوكي دعموني منشان اورجي لحسام انكم بتستخدموا كود خصمي اكتر منه. طلبت شوية اشياء لميلا وبير لمالهم علاقة برمضان، لحظة ورجيكم. طلبت لميلا هيك مثل طقم بيجي هيك بنطلون بنفسجي مع بلوزة بيضة من تحت هيك انه فلير بيسموه، كتير حلو. كمان بيجي هيك بلوزة عليها قطة، طبعا رح تكيف عليها هي، رح قلبها هيك الرسومات. والله لا تاكلها. ومع انه بنطلون بيجاما لبيرلا لونها بيجي هيك. لا تسأليني على الالوان. شوف شو مكتوب عليها، مكتوب ماماز جيرل مو بابا. طلبت لها جينز، وفي كتير كتير قطع طلبت لها اياهم بس ما حقدر هلا اورجيكم كل شيء. كمان شغله لقيتها بس عند شي ان، اللي فتره عم دور لميلا على مايو هيك بيجي قطعه وحده، لقيت لها هذا المايو بيجي هيك عليه يونيكورن، رح تكيف عليه. حبيتوا اي شيء من القطع حتلاقوا الروابط كلهم وين حسام؟ بصندوق الوصف يا جماعه بتلاقوهم تحت. هلا خلونا نكمل الفيديو. لقيت العروس. قال جينا انا شو خطر ببالي فكره انه ناخذ لها باربي ونقلد لبس الباربي. امين عجبتها العروس. تعب قلدي للعروس. بس الفكره انه رولا انه كل وحده لابسه شكل وكل وحده موديلها شكل. انا الفكره انه الباربي بتلبس كل شيء بس هي الفكره. شوفوا حالك انت ثلاث اولاد الله يعينك. شوفوا انت بيرلا شو بدك، هي قاعده بتفرج مو فارقه معها. المهم بيرلا تقعد هون بالعربيه، صايره بتحب تقعد هون وما بدها شيء اخر خلص. في باربي انسا حلوه، في باربي يونيكورن، وفي باربي دكتورة، يعني وباربي مو محامل، وباربي مو مش شيء اخذهم كلهم. جوزها لباربي كمان. ها شفتي قلت لك في لي دور انا. في لك دوري انت. بس وين اصبعت رجلهم مكسورة؟ ما في اصبعها مكسورة بس لازم بدنا شحاطة. شوفوا يا جماعة شجعنا حلو. بدنا باربي جوزها لبس شحاطة. اميلة شو لقت؟ شوفي رولا. يو خذي خذي. بالاول ما عرفت والله شيء مقرف. خذي ميلا. عرفت. شوفوا اي موديل ميلا اختارت، بدها هيك موديل باربي الى تاج وطوق. خبر خبينه عنكم شو؟ انه صار عنا بيبي. واو. والله مو بيبي حقيقي. اي والله شوف حجمه كانه بيبي حقيقي ولبسه والله لبس بيرلا وهي بيبي بيجي عليه يعني. حتى يعني الملامح شوفهم مصممينه انه بيشبه حقيقي. والله كثير بيشبه الانسان، هذا بيشبه اكثر. كمان باربي والموتور، انا هاي ما بعرف شلون حنقلدها لبيرلا. انا ساعدتي شوي. اي بمساعدتك. بدنا شيء ما فيه اشياء نعمة تاكلهم. صح زعيمة. زعيمة والله قاعدة هون ومكيفة. حسام من كل الالعاب حبوا بس هي اللي فيها مصاصة مدري شو فيها. وهي جينا نتغدى اهلين بالحامل والمحمول والله يا حسام. والله حامل. بصير حامل. هلا بدك تصير حامل لسه. هي هبي ميل لميلا وبيرلا على فكرة بس بدها اياها مشان اللعبة، دوما ما بتاكل فورا على اللعبة. ايه طلعت لنفسها هذيك المرة. يلا معي حلوة حلوة. اوه سونيك بتجنن حسام كثير حلوة. كيف يا بابا تورجين؟ بيلا تعال في ذكاء بالموضوع. الباب يعجبنا بنصرفه عند بيلا. شو هي مسكينة بتقبل يعني؟ هاي بتقبل بكل شيء. لسه ما عندها القدرة تميز. قدر ولا تفضل ادفعي انت. حسابك هالمرة. لا والله هي بتضل معك. شكرا شكرا. يلا صحتين. صحة وهنا تفضلوا يا جماعة. تفضلوا يا جماعة يلا. هاي الكل. ولي أنا جعت كثير. لقيت كل شيء بالسوق بس ما له علاقة بالباربي. للأسف. فشايفين هالكيس كله ملابس لميلا وبيرلا، رح صور لكم اياه على حسابي السناب شات، عم صور لكم هنيك كثير فقرات تسوق، كل شيء عم اشتريه عم صوره هنيك، فروحوا تابعوني على سناب شات. وهلا رح نبلش نعمل عملية التحويل لميلا وبيرلا. جاهزين؟ جاهزة؟ يا هاي فايف. مين بده يصير باربي؟ شوفوا شايفين هاي العدة كلها، هلا كلها هي حاستخدمها. اول شيء باربي كثير بتحب تحط مكياج لونه زهري، فاليوم حط لها لميلا مكياج كله بينك. انا بدي هاي اللون. بدك ازرق؟ لا إلسا. إلسا بدك؟ حسام بدها إلسا صار بعد مش بينك. كميلا وافقت حنحط كله بينك على وشك اوكي؟ يا امضي عينك.
هي مو حمام، هي وقت حمامك تخبط. هاي ما بتشوفي بماكلتها، هاي مين طلع علي هيك هيك لاين بيت شغل، لاين بيت شغل. ايوه شاطرة. ورجيني ورجيني ورجيني. هلا هذا طبعا كله للاطفال صح؟ انا عم بشوف مي وهيك قصص. ايه هذا مكياج الاطفال. سام هاي عدت التاتو. منين انت عم تشوفي؟ نعمل تاتويات اليوم انا وميلا، وهي حنركب لها المرايه، قال بدها تشوف حالها. والله انا شايفكم معجوقين، يعني القضيه ما هي سهله. هاي اول مره بحط لها مكياج كامل. اعطيني شوف هالكرمه. يلا بدها تشوف حالها، يلا تفضل. ميلا بتضل بتقول لي بدها من هدول مشان تقلدني، فهدول جبناهم من قبل. انا هي هلا صار وقت الشعر. لا نعملها لميلا موديل جديد اليوم. مستوى السعاده حاليا كثير ارتفع، وصل للألف، لانه هي بتحب تقلدني بالمكياج والمناكير، فانا شلون هيك هلا سمحت لها فيهم كلهم. وهلا ما بتكمل باربي الا شو؟ فستان. بدها فستان باربي سهري. قولي لهم واحد اثنين ثلاثة. قديش ميلا بتشبه الباربي صارت اللي بايدها؟ شوف في شبه، في شبه 70-80%. شايف والله كثير انبسطت ميلا. كانت مثلي. عندها مثلك، هي قلدتك. مثلك ايه، قلدتك الباربي. حطت تاج مثلك. ميلا هلا دور مين؟ انا. هلا بيلا. دور مين؟ بيلا. هلا حنحول بيلا. يلا باربي. ليتس جو. ليتس جو بيلا. واو والله يا حسام شكلها كانت عم تغار من اختها. والله بتعرف حفظانة كل شيء عملته معها. حفظت خطوات. غمضي عينك. تفرج. حلوة هي. غمضي عينك. بيلا اعملي هيك. هيك غمضي هيك. بتطلع لسانها. شكل الشغلة بالنسبة لكم البنات يعني فيها متعة. حتى وانتوا عم تتفرجوا. من عمر البيبي. بهذا تفرجت عميلة وهلا مين عم تفرج على بيرلا؟ حتى الفرجة عنا متعة. صدقوني انا مليت مليت يعني. اوه هي بين عليها فورا لانه مش صغير بيش. شوفوا شوفوا شو حفظانة الخطوات، حطت ايديها والله العظيم. والله حفظانة كل شيء، مفكرة هي بنت صغيرة، ما عادت صغيرة. انفخوا كلياتكم، انفخوا انفخوا احسن ما يروح يفرش فيها. يارا الكل ينفخ الكل ينفخ. يلا هلا دور شعرها لبيرلا. اوكي ايه. واحلى فستان لبيرلا. بدك هاد؟ لا هاد الي، هذا الي، هاتي هذا الي، هذا الي انا البسه. اوكي يلا باي. اخذوا الي. زعلان. بدك هذا الي. جاهزين تشوفوا بيرلا بالفستان؟ واحد اثنين ثلاثة. بتبوس الفستان حسام. او ماي جاد بتحبه اكثر من يا روحي. انا يا روحي
شو رايك بتجربه اليوم؟ طلعوا باربيات؟ اكتبوا لنا يا جماعه. المره الجاي انا بدي البس فستان واتمكياج معه. لا لا شكرا. اشتهيت. ارتاحي انت ارتاحي. والله اشتهيت. يعني اليوم والله حسيت اليوم انه فيديو نسائي، انا ما بعرف انا ليش موجود اليوم معكم. معلش انت ضروري مشان حزام شو؟ شو؟ كاميرا مان. وجودك كثير ضروري لانه بدونك شو بنروح على السوق. لا ما شاء الله دمه خفيف والله دمه خفيف. وصلنا يعني مو مشان شيء. بتعرفوا بدي اكسر رجلي الثانية قريبا. لا لا انا عم بمزح، مين السلامة كل يوم انزلي على السوق بس تفرجي يعني. مليك كتلة وارجعي. دوس على اجنحها. المهم يا جماعة هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وتابعوني على حسابي السناب شات ويلا خلونا ننهي. باي.